اوكي. اول مرة فكرت فيها اني اكون ممثل، انا بحياتي ما كنت مفكر اصلا اني اكون ممثل. كنت صغير كنت بالكشاف، وكنت انا منتسب للنشاط الرياضي، رفقاتي منتسبين للنشاط النشاط الفني. فما تطول بالحديث، يوما ما عملوا عرض مسرحي فلقيت كل الناس وكل الاهالي جايين ومعهم ورود ومعهم هدايا، ناطرين يشوفوا اولادهم عم بيعملوا هالمسرحيه هي الحلوه. فصار في عندي، حتى انا كنت قاعد عم بتفرج يعني على اصدقائي، وكان يطلوا من الستاره ويتفرجوا علينا نحن وقاعدين تحت يعني على الكراسي. وبالاخير لما خلص العرض لقيت الناس عم تسقف لهم وعم يعطونا الهدايا ويحتفلوا فيهم، فانا صار في عندي غيره. فقررت ثاني يوم اني انا انتسب لهذا، تركت رياضه انتسبت للنشاط الفني. اول مره مثلت خارج سوريا كان اثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحيه، طلعنا على افينيون مهرجان مسرح بفرنسا. ما كنا عم نشتغل نحن ب يعني ما عم بحكي يعني كبروفيشنال، يعني كشيء محترف انا عملته، انما انقطعنا من المصاري، وكنت انا وصديقي لي كمان في نفس الدفعه اضطرينا نعمل بعض الاتيودات او المشاهد المسرحيه في الشارع. كنا نشوف هنيك، كان اول بالنسبه لنا كثير غريب انه نشوف مثلا حدا عامل تمثال، اثنين عم بيعملوا فايتنج مع بعض بالشيش، واحد عم يعمل مونولوج لحاله. فقررنا انه نحن نعمل شيء بيشبه هذا الكلام في الشارع في افينيون في فرنسا، لانه مثل ما قلت لكم هي اول مره كنت بسافر فيها برات سوريا، ويعني قدرنا نحصل شويه مصاري. اول مره مثلت بمصر كان مسلسل اسمه مكان في القصر مع المخرج عادل أديب، عملته تقريبا من حوالي ب 2013. اول مره عملت فيها اوديشن بحياتي كانت مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله بفيلم باب الشمس، يلي اخذ تقريبا منا تصوير حوالي اكثر من 9 شهور، وكان العرض الاول بمهرجان كان سنه 2004. اول مسلسل شفته بنتفليكس كان ذا تيودورز، كان اول فيلم شفته بالسينما. ما فيني اقول اني انا بتذكر، بس بتذكر تماما انه بابا كان دائما ومصر، وبشكل يعني صار كان في عندي تقليد، كان في شيء بسوريا ينعمل نهار الجمعه اللي هو فيلم للاطفال، بيكون ما بالضروره يكون انيميشن او يعني كرتون. كان ياخذني كل يوم جمعه، لازم كل يوم جمعه نحضر سينما. كان في له صديق بيشتغل بسينما اسمها سينما الكندي بدمشق، وكان يطلعني على الغرفه اللي بيتم فيها العرض، يحطوا البكرات تبع الفيلم وشوف الاليه كيف عم ينعرض الفيلم السينما. ما بتذكر بالضبط تحديدا يعني اي واحد، يعني عم ترجعني كثير بالزمن لورا. اول صوره نزلت على انستغرام، انا كنت لحد كتير كتير بعيد، ما كتير مفكر بموضوع السوشيال ميديا، والحقيقه في إلي صديق قنعني اثناء لقاء تلفزيوني، نزل اول بوست اول صوره اثناء هذا اللقاء، وبالمناسبه هو اللي عمل لي الاكونت اثناء اللقاء نفسه. يعني سالني انت عندك انستغرام؟ قلت له لا. قال لي نحن هلا جهزنا لك انستغرام، حساب باسمك الشخصي وراح ننزل فيه اول بوست. اول شيء لما بصحى بطبيعه الحال، لانه التليفون لازم يكون جنبي، خصوصا لما بكون مسافر بعيد عن بيتي، تليفوني بيبقى جنبي طول الوقت لاني بدي ضل على تواصل، بخاف ان يكون حدا بعت لي مالي منتبه. فهذا اول شيء الصبح بعمله. ايه مظبوط.